الخارج المغاربه والمجتمع مازال بحال اللي قلتي مازال هما ما فاهمين جاتي، ولكن خاصك تفهم الواحد، خاصك تجلس معاه، خاصك تشرح ليه. ومني كنتلاقاو ناس فرانشمون كيدوز داكشي مزيان و فيت انا نقدر نجاوبك على السؤال. اكثر صعوبه عندي في حياتي شخصيا هي انني تولدت بهاد الافكار في مجتمع بعيدين عليه بزاف. علاش؟ وداكشي علاش خاصنا كنضاربوا تولدتي بها ولا كتسجتيها؟ ديجا انا كنامن ان اي حاجه اللي ما كتطورش كتنتهي بالاختفاء. كل شيء كيخضع لقانون التطور بما فيهم افكاري، وافكاري كتطور مع الوقت. هادشي اللي كنقول لك دابا يقدر يجيني من بعد واحد 6 شهور ديبيل ونيمبورط كو. انا مامنه بهادشي داكوغ. بيان سور اي حاجه ما تولدتش بها ما اكتسبتها. انا تولدت بحال الناس عاديين، تولدت في المغرب كيف ما المجتمع كامل، وكانوا عندي حدود اكثر لان الدوله المغربيه كتصنع باش يكون الناس كيف ما كنشوفوهم في الشارع لينيورونس، كتصنع الجهل وهكذاك باغا. دونك كانوا عندي حدود كبار انني نكون هكذا. شنو وقع فوقاش وقع كيفاش وقع؟ جي لا شونس، عندي شي من شونس ولا ما عرفت شنو باش مشيت. ولكن اكثر صعوبه سيكو كاينه في واحد البقعه ارضيه كتامن بشي حاجات اللي كيبانوا لك يقدروا يبدلوا، يقدروا يحسنوا، يقدروا يعطيونا احسن، وما كاينش اللي كيسمع. و زعما كت هاد الممارسات في واحد البلاد هكا وكتمارسوها بدون خوف بدون زعما واش هادشي شنو الممارسات حد تعافد ديال الممارسات المطالبه بالاجهاض المطالبه. اه واخا فكره انا اللي كنطرح الاسئله فهمت. غير حدد غير الممارسات اللي لا ماشي الممارسات غير غير ماشي ضروري ان ممارسات هي يوميه. انت في حياتك اليوميه كطالب بحريه جنسيه فوالا الى حد اكثر انت ممارسات كتعيشها واش كتقولها هو لا كنعيشها ولكن باش نتجاوز هذه النقطه في هذه الممارسات اليوميه ديالكم كتمارسوا بهذا وعندكم يعني واحد الثقه يعني زائده اللي تتخلي الناس يقول لك لا هادو ماشي غير بوحدهم اللي دايرين هذا الشيء، هذه ضروري كاين شي جهه موراها. كيفاش؟ واش كاين شي جهه اللي ما كنخموش ما عندناش لا لا جونغ ايادي غربيه اسرائيل زي جدي علاش ما كنخموش وما قريتش خلينا نقول لك كتخمم بشيء وبانك مدعومين من جهات ولكن انا هاد الافكار عندي هاد الافكار عندي من صغري ياك وتزادت في المغرب وعشت في المغرب الافكار انا قلت لا لا ماشي الافكار كيقولوا زعما لي زاكسيون اللي كنعملوا يعني هاد لا فورس ديالنا ما يمكنش نكونوا مستمدينها غير منا. كاين شي ناس كيعاونونا جونغ اسرائيل كتصيب شكون اللي غيعاوننا حنا حارات امريكا كتعطي شكون اللي عاونكم يعني انا اللي كنسقسي شكون اللي ممكن صراحه انا بصراحه كيجيني بشكل هاد السؤال كيجيني بالضحك نجاوب عليه ماشي هاد السؤال كيطرحو كلش خليه يطرح لان كاين منظمات دوليه اللي كتنشط في هذا المجال هذا خصوصا بعد الصوره اللي ظهرت فيها ابتسام على احد اغلفه احد المجلات. لا المنظمات الدوليه كتخدم على انها تدعم جهات في بعض البلدان لا على نفس المطالب اللي تتقاطعوا مع الصوره اللي كانت ظهرت على احد اغلفه احد المجلات اللي ظاهره مع جوج ديال الناشطات ديال اللي معليه فيها هذيك كنت فرنسا لك سيتي بيرسونيل لا ولكن بيرسونيل انت راك ما بقيتيش بيرسونيل دابا راه كنشوف ابتسام راه كنشوف ومن بعد تلاقيت ليه يعني قلت لي هي راه ممكن انه واش تدعمكم حتى ديك الحركه ودعمت بعدا راسها راه كنهضروا على لي فيلم يعني ما عندهم والو لان هذوك ما عندهم نقاش لا لا ديال لا هذيك سيتي بيرسونيل لا في من هذيك انا يعني بوحدكم كت لا هذيك انا مشيت انا لا ماشي مالي مشيت انا كنت فرنسا كنا غاديين لا مانيفيستاسيون على الزواج المثلي في فرنسا تلاقينا ومشينا لا مانيفيستاسيون مع بزاف ديال الناس هذيك ما كان عندها حتى علاقه مع شي اكسيون ولا مع شي حاجه انا كامل بحالك زعما بحالهم مادام كتناطل على شي حقوق اللي حيت ماشي هذيك سي با لا ميثود ديالي مثلا ما فعلا انا ماشي فهمان انا عندي صحاب من انك مثلا تعالي نصك وتكتب فيه شي حاجه ما تكتبش في وقتي شرطه شنو زعما تكتب تعالي نص وتكتب وعلاش لا ما لا شنو بغيتي تقصد بهذيك والو ما خممت كاع فيها والو باش يبان مزيان زعما فريمون هذا مشيتو بعيد ما جو لو سونتي مو كان دوز ان انتروغاتوار كوا فحال الا قاسي نمشيو كوميساريا وكيعملنا تحقيق سي حمد غاديو باش نقول باش انا صحفي الدور ديالي بحث عن الحقيقه
الحقيقه في انك تدرس الشخص ديال بنادم انت هنا انت هنا شوف اسمعني انت كتناقش حركه فوالا ما كتناقش سيام وابتسام كتناقش حركه وافكار باش تدخل ولكن دابا هذا ليكزومبل علاش فونت علاش هذيك التصويره ديالي شخصيه بحال داك الشيء التصويره ديالي في البحر انا قريت ابتسام نشكر ولكن حيت هذيك الصفحه فاللي كنت كنقول اوه هذه حركه مالك ايوا لا اسمح لي انا حياتي الشخصيه بحال دابا انا مسافره انا هادي ايتترا ولا مع دي زامي مع اصدقاء في الريستورون ولا شي حاجه هذيك راه انا راه بتمش غير عندي حياتي عندي المهنه ديالي عندي الخدمه ديالي عندي ما عندها حتى شي ارتباط بحركه مالي كنعيش بحال شي موقف ديال حركه مالي عرفتي عرفتي بالعكس حيت كنهضر على هاد التصاور عندي حياتي كنمشي للريستورون كنكون مع دي زامي كنصورو كنحطها كنمشي عادي كنخرج لشي بار هذا نحطها نسافر نمشي لزبانيا فرنسا هذا نحطها بحال كلشي ولكن بعض المرات كاين الصحافه باش تهضر كتاخذ شي تصويره ما عندها حتى علاقه مع مالي ما عندها مع حياتي وتتحطها وتقول لك حقا تمام الحركه ديالي. شي صوره كنتي في ريستورون او كنتي في خدمه كنت مع دي زامي كنقيتهم صوره في واحد لا مانيفيستاسيون في فرنسا عندي الحق ايه راك انت دابا فيك الاحتجاج راك باش ربطوها بحركه مالي وباش ربطوها باجندات وباش ربطوها بهذا النقاش هذا كامل هذه غير من ضمن الاشياء اللي اعتمدوها في النقاش وبالتالي هنا في ما كنشافوش ابتسام وانما شاف حركه مالي ولكن المشكل انا راك انت وضحتي بان ولكن الناس اللي ما عارفينش هي انا كندير لي مانيفيستاسيون في العالم كامل من صغري واش كانت مالي ملي كنت صغيره واش كانت شي حاجه هما ما ناقشوكش قبل ما تكون مالي ناقشوك من كانت مالي ايوا جوستومون ولكن حيت كتجيهم في شكل اللي كيشوفوني شي بلاصه بحال دابا انا لا جي برايد ملي كيخرجوا الناس تيديروا دوك لي مانيفيستاسيون على المثليه الجنسيه ورا راه كنديرهم كاملين في العالم وقريت في فرنسا وكنت كنديرهم من 94 وانا كندير في باريس ومن بعد كنت كنقرا عادي ما كاين لا مالي لا ولكن ولا 94 الشخصيه ديالك ابتسام ولكن ما في اولا بقات كسيام وانا ما كنشوف انا ابتسام اولا نشوف سيام راه كنشوف حركات مالي وبالتالي ولكن ما ولكن عندي شخصيه عموميه ولكن ماشي وليتي شخصيه عموميه حريت مثلا شخصيتك ولا داك الشيء راه مثلا غناقشوه هنا في الدار ما يمكنش انا نجي نقول لك علاش انت درتي هذا حطيتيه هنا ولا ما حطيتيهش هنا وبالتالي النقاش هنا ديال هذيك الصوره والربط ديالها بالاجندات بالاساس جا حيت كاينه حركه مالية علاش غنقول هذه الا الناس ما كيخدموش انا ما نقدرش غير بين قوسين انت ملي كتقول وليتي شخصيه عامه وفي حنايا ما باغيين لا سياسه لا منصب لا حتى حاجه حنايا حركه مالي سي سا سي سا لا لا باش نكمل باش نكمل الفكره ديالي عافاك باش نكونوا حنايا الفكره ديال مالي سي كو حنا مواطنين كيطالبوا بالمواطنه ديالهم وبممارسه الحريات ديالهم يعني انا ملي كيكون عندي صحابي من استقلال من البام من واخا انا ماشي مع الاحزاب وجو سوي كونتر ça veut dire un point de plus pour Mali. يعني انا كنت عايش مع هاد الناس كاملين انا عندي صاحبي مسلم ومسيحي ويهودي وبودي و ça veut dire كان انسان نقدر نخرج معاه فيمن نقدر نخرج مع كلشي باسكو في لا في بريفي انسانيا ما كاينش فرق بيناتنا نقدروا نختلفوا في الافكار ولكن حنايا كاملين بحال فحال على انا هاد المطالب اللي كنطالب بها ما غنستافدش بها ما كيستافدش بها واحد العينه واحد لا كيستافد من الناس السياسي والبرلماني والمول ديتاي وانت الصحافي كلشي هادشي انساني فلا ناتور يعني هادشي شي حاجه حق ديال الانسان قبل ما يكون حتى حاجه قبل الافكار وقبل كلشي قبل الاختلافات وقبل ما نتشقوا قبل ما كل واحد ياخذ طريقه هادو حقوق ولكن راه ماشي كلشي متفق معك بان فعلا هذه حقوق ديالك لا ما هذا هو المشكل اذا بالتالي انت ودابا دابا جوستو راه ما كايناش التربيه هذا راه بروبليم لاباس ديال ليدوكاسيون في التربيه في المدرسه واش كيعلموا في المدرسه المغربيه باش يفكروا ممكن الوسائل اللي ممكن بها نهيئوا شباب لتقبل مثل هذه الافكار شنو هي مثلا الوسائل اللي كتشوفوها مناسبه التعليم التعليم ولا باس شوف التعليم ولا باس علاش شوف انا واعيه كنظن كلنا واعيين كو حنايا ما عندناش لي زوتي اللي عند الدوله باش انها تغياجي في لا سوسيتي وتبدل المجتمع يعني الدوله هي اللي المفروض تبدا هي اللي عندها المسؤوليه ديال انها تبدل هذا الشيء بروميرون التعليم التعليم المغربي ماشي ما خصو واحد الاعاده النظر كلها وخصها هي واذا باغا تبدل الى الفيز فريمون لو شونجمون خصها هي تعمل لي زوتي باش انها تخلي الناس يتقبلوا ويتعايشوا باسكو راه حنا داخلين التعليم الاسره مثلا
ما الاسره سي هذيك واحد الناتج ديال التعليم. الاسر كيدوزوا من المدرسه ملي كيخلقوا انفون الشارع كيدوز من المدرسه. لا كنتولدوا كنمشيو للمدرسه ماشي كلشي اللي في الشارع داز للمدرسه. لكن اوموا الاغلبيه اوموا الناس اوما كنحط الاسر كمان جات. شوف اوموا لو ميساج ديالي كنعطيه للناس اللي قدرت نحط عليها يدي. كاين ديزيكار ديغو غادي يبقاو مي اوموا هذوك اللي حطيت عليهم يدي بعدا كنعطيهم الحاجه الصحيحه. شوف اوموا الناس اللي جاوا يقراو عندي نعطيهم الحاجه الصحيحه واللي غتنفعنا. علاقتكم بحركه هشام